فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول هل يعذر بالإكراه على هل يعذر على الكفر من أكره على شيء في أي حال؟ الأدلة جاءت بالقول، إذا أكره على القول، أما الفعل فهذا محتاج إلى نظر، لأنه ما جاء الإكراه إلا على القول، أنه يقول بما يكرهونه عليه تخلصا منهم وهو على عقيدته، مثل ما حصل لسلمان، مثل ما حصل لعمار بن ياسر رضي الله عنه حينما أجبروه على أن يسب محمدا صلى الله عليه وسلم، فسبه لأجل يتخلص منهم، ثم ندم وجاء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله إنهم لم يطلقوني حتى قلت فيك، قال ما تجد قلبك؟ قال مطمئن بالإيمان، قال إن عادوا فعد. ثم أنزل الله تعالى من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم، ذلك بأنهم استحبوا الكفر على الإيمان. هذا واضح. نعم.